العراقية ونحن نحترم هذا الائتلاف أي غالبيته من السنة، لا نقول عنه ائتلاف طائفي. ففيليتمان يعني الآن لو تجمع الائتلافين عندما اشتركا بالائتلاف الوطني أصبح لديهم 159 مقعد، بينما بالانتخابات الماضية 128 مقعد. هذه الخريطة الجديدة دفعت فيليتمان إلى الزيارة والضغط من الإدارة الأمريكية، حتى أنه نشرت صحيفة نيويورك تايمز قبل أسابيع عن مسؤول إسرائيلي كبير يقول ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة أمريكا ولا في مصلحة المنطقة وصول الائتلافين إلى قيادة دفة الحكم في العراق، ولذلك ما هو البديل؟ سأنقل لك بعض السيناريوهات التي جاء بها فيليتمان والتي سربتها بعض وسائل الإعلام. جاء بسيناريو على أن يكون السيد علاوي رئيسا للوزراء والمالكي رئيسا للحكومة مع بعض الصلاحيات لرئاسة الحكومة وأعطاء البرلمان للكيان الكردي ويبقى بقاء المجلس الذي يدير العراق مجلس الحكم اللي هو مؤلف من السيد الطالباني ونائبه يبقى ويعطى صفة فخرية. انظر إلى المهازل، إلى الاستخفاف بالساسة العراقيين والاستخفاف بالشعب العراقي والاستخفاف بمسمى الديمقراطية التي ينادون بها صباحا ومساء. فهم عندما لم تأتي الرياح بما تشتهيه سفنهم حقيقة بدأوا يحركون أكثر من طرف. الآن الزيارة التي يقومون بها فيليتمان تارة يستخدم العصا وتارة يستخدم الجزرة، هذا المصطلح الذي يستخدم بالترغيب والترهيب. أنا أقول الآن حقيقة لعله أمريكا هي العامل وهي التي تقول أنا مسيطرة وأنا صاحبة اليد في العراق، وهذا حقيقة واضح، ولكن العتب كل العتب على بعض الساسة العراقيين الذين ينادون صباحا ومساء بالوطنية وبالشراكة وبالعراق وبمصلحة المواطن. أقول هم الآن الكرة في ملعب الساسة العراقيين حقيقة، حتى لا نلقي شماعتنا ولا غسيلنا المتداخل مع بعضه دائما على الأمريكان. الأمريكان هم يريدون، ولكن الآن أنا أقول لو اتفق الساسة العراقيون كما دعونا لكثير من ذلك على أنهم يشكلون حكومة، لماذا أصبح الآن أكثر من 100 يوم لا توجد حكومة، بينما في بريطانيا 3 أيام تأخر تشكيل الحكومة يقدمون اعتذار للشعب البريطاني؟ هل الشعب البريطاني أكثر نسبا وشرفا وعمقا في التاريخ من الشعب العراقي، أكثر تضحيات من الشعب العراقي؟ إذن المسألة الآن يا سيدي فيليتمان جاء بأجندة على الساسة العراقيين الذين يقولون نحن وطنيون، وفي مقدمتهم من يقولون نحن إسلاميون، عليهم أن يقفوا موقف مشرف، يتركون التفكير الضيق الشخصي أو الحزبي الذي ساد ورأيناه في الفترة الماضية. عليهم الآن أن يجعلوا مصلحة العراق أولا، وهذا لا يعني على أنهم يهمشون الآخرين، ولكن هنالك عبارة يجب أن نبينها ونسلط عليها الضوء تردد في الفضائيات، إنها حكومة شراكة وطنية ويجب للجميع أن يشترك بها. أنا أقول إذا شكلت هكذا حكومة فهي عين المحاصصة الطائفية، وإلا من يبقى بالمعارضة؟ إذن ماذا فعلنا نحن؟ هذه ليست دعوة لاستبعاد مكون، لا، ولكن في كل بلدان العالم التي تعمل على إيجاد ديمقراطية حقيقية هنالك حكومة لديها برنامج عمل وهنالك معارضة تراقب ذلك البرنامج العمل. أما نعود مرة ثانية وفق المحاصصة الطائفية أو القومية أو العرقية ونقسم المناصب، هذا ليس في مصلحة البلد. إذن المقياس الأمريكي الذي يريدونه للحكومة العراقية، أنا دائما أتوقع حقيقة وتأتي بعض التوقعات صائبة، أقول كل ما جاء في جعبة فيليتمان لا يتحقق أو لا عم منه لا يتحقق، وأرجع وأقول إن الكرة الآن في ساحة الساسة العراقيين الذين يحرصون على مصلحة العراق أولا وآخرا. طيب دكتور فارس الكاتب، اليوم السيد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قال إن فيليتمان حامل معه بعض الطروحات والسيناريوهات، وهو يريد أو الإدارة الأمريكية ترغب وتريد بعقد تحالف بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية. من جهة أخرى هناك التحالف الوطني قائم وهو شكل الكتلة النيابية الكبرى، لماذا تصر الولايات المتحدة على أن تتدخل في تفاصيل عملية تشكيل الحكومة؟
أخي أستاذ محمد، هناك منطق سياسي معروف ومتداول ومشاع جدا بين أهل السياسة وعموم المتابعين السياسيين، يقول هناك لعب خلف المسرح وهناك لعب على المسرح. أنت تعرف اللعب خلف الكواليس لعب خطير جدا لا يمكن أن يظهر على المسرح أمام الملأ. الذي قاله الأخ علي الدباغ يعني ربما هو كلام، يعني نحن كرجال إعلام كمثقفين عراقيين متابعين هذا كلام دبلوماسي يقوله في كل، ولكن الحقيقة هو المخفي، من المخفي خلف الكواليس؟ يعني هل إنه هذا، هل إنه ما طرحه هو حقيقة ما تم تداوله، أم أن ما يجري خلف الكواليس شيء آخر؟ علينا بعد كل هذا الذي تفضل به الأخوة الحضور أن نعترف بحقيقة أنه ربما، وأنا أقول هنا ربما، يوجد لدينا سياسيون محنكون، ولكن علينا أن نعترف أيضا بأن لا نملك سياسيين جريئين يمتلكون الجرأة للظهور على الملأ وإعلان الحقيقة كيف ما هي، كما تفضل الأخ عادل الأنصاري، الشيخ عادل الأنصاري الذي كله كل احترام وتقدير وأشكره على صراحته المتناهية في التعاطي معها مجمل ما يدور في الشارع العراقي. يا أخي لم نجد سياسي عراقي يظهر ويجاب الحق اللي تقول، يعني الأمريكان نفسهم اعترفوا يقولون بالتالي، يعني صحيفة كرانسانز مونيتر المقربة جدا من البيت الأبيض الأمريكي تقول أن أمريكا لا يتسنى لها البقاء في منطقة الخليج إذا لم تتبع سياسة الأزمات في كل دولة، وأنها لا يتسنى لها أن تنجز هذه السياسات دون معونة من دول الخليج. وأنت تلاحظ كلما يطلع علينا أحد الأخوة من الولايات المتحدة تجد بغبغوات الخليج في بعد ساعات قليلة وليس بعد أيام يعني يتكلم بذات اللغة وذات النهج، سواء باتجاه الجمهورية الإسلامية أو باتجاه سوريا أو كذا أو عديد المناطق العربية. لو عدنا إلى تاريخ التدخل السعودي في الشأن العراقي نجده يعني ليس بحديث الأوان أو بحديث الوقت، ولكن يمتد إلى سنين طويلة وطويلة جدا، منذ عام 1956 حينما أراد نور سعيد حلف بغداد أن يعقد حلف بغداد مع إيران وباكستان، نجد أن السعودية تدخلت وهذا التدخل مستمر. لماذا؟ لأن لم تجد سياسي جريء، لم تجد سياسيين جريئين يقفون لها بالمرصاد، ولأنها هي أفضل من تترجم السياسة الأمريكية في المنطقة. هذا جانب. جانب ثاني حقيقة يعني أود أن أشير إلى ما تفضل به الشيخ عادل الأنصاري، يعني حينما كنت رئيس تحرير صحيفة اليوم الآخر عام حتى عام 2005 جاءني أحد الأمريكان العسكريين وقال لي، وهذا تعقيبا يعني امتدادا لما تفضل به الأستاذ بسر أيضا، قال لي نحن الآن بدأنا نمارس حياتنا مع العراقيين بشكل طبيعي ونمارس معهم كرة القدم وندخل بيوتاتهم. وحينها قلت له تذكر أن العراق ربما يكون مزاجي، ولكن إذا وصل الأمر إلى كرامته وعراقيته سوف لن تقوم لكم قائمة بعد اليوم. هذا كان البطلة، ثم جاءت أحداث مدينة الصدر البطلة وأحداث النجف البطلة، وشاءت الأقدار أن ألتقي به تارة أخرى عام 1908 قبله وهو على مشارف الرحل وهو برتبة عسكرية كبيرة. فقلت له ماذا ترى الآن؟ قال يا أخي يبدو أننا لم نقرأ الوضع السياسي والمشهد السياسي العراقي كما ينبغي، وأنا أعترف لك بشجاعة متناهية أننا لم نقرأ الشعب العراقي بصورة جيدة، وعليه يجب أن نستخدم تكتيكات أخرى. لاحظ كلمة تكتيكات أخرى مع المشهد السياسي العراقي. قبل أن ينتهي البرنامج أود أن أوجه رسالة إلى كل الذين ينغرون أو يطبلون من الإصلاحيين أو سواهم ومن الذين يسمون أنفسهم ديمقراطيين، عليهم أن ينتبهوا إلى الشأن الداخلي وأن يلتفوا حول حكوماتهم وأن يجعلوا من العراق عبرة لهم، لأنهم سوف يدفعون الثمن غاليا من دم أبنائهم ومن اقتصاد شعوبهم، لأن أمريكا أولا وأخيرا ومسؤول عن كلامي تماما لا تريد فائدة هذه الشعوب، تريد أن تتصل هذه الشعوب بشكل أو بآخر، وبالنهاية وفي النهاية من يدفع الفاتورة هو الشعب نفسه. اتركوا هذه الشعارات الرنانة وانتبهوا لا شعوبكم والتفوا حول حكوماتكم واجعلوا من العراق الذي أمس اليوم كما قال الأستاذ مصر والشيخ عادل الأنصاري كان المنبر الحقيقي للسياسة العربية أصبح اليوم المنبر الحقيقي لتدخل هذه الدول التي ما كانت تجرؤ أن تقف بوش العراق شعب منذ عبر الحكومات، ومع ذلك يجب أن يعلموا أن العراق قوي بتاريخه وحضارته، قوي بأبنائه، وأنهم حينما أرادوا أن يطمس بعض الكتل السياسية كالتيار الصدر ومشاكل وأخرى أو حتى أن يطمس الروح القتالية لأبناء الفلوج البطلة وقف لهم العراقيون بالمرصاد. العراقيون أبطال وقادرون طيب. أن يخرجوا من عمق السياسة، وسوف ترى صحة ما أقول في غضون الأيام المقبلة، وسوف تشكل الحكومة العراقية بأبهى صورها ولن يقوم للمعتدي قامة بعد الآن. طيب أبقى في بغداد مع السيد الساعدي. السيد الساعدي كان هناك حديث للسيد عدنان الدنبوس عضو القائمة العراقية عن لقاء جمع قيادات هذه القائمة بالسيد فيلتمان، وتم طرح مسألة الكتلة النيابية الأكبر وحق هذه القائمة بتشكيل الحكومة. هل حسب رأيك من العرف السياسي يمكن أن تطرح هكذا مسائل تتعلق بالقضايا الداخلية للبلد
أمام وفد أجنبي وطلب العون والنجدة من هذا الوفد؟ الحق